في شأن آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي ومساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفعالية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعرب عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين. للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أشرف مساء الخير ورحب بك على إكسترا نيوز. وهذا الخبر الذي ذكرته منذ قليل بين في الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استعرض العديد والكثير من القضايا، ربما كان من أبرزها الموقف والوضع في ليبيا وأيضا العلاقات الثنائية بين البلدين. نبدأ في هذه المداخلة بالموقف والوضع في ليبيا، كيف ترى وكيف تقيم العلاقات المصرية الإيطالية فيما يخص وفيما يتعلق بدعم الجهود المصرية لحل الموقف الليبي؟ طبعا الحكومة الإيطالية، الدولة الإيطالية ترى في مصر مركزا مهما للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. وطبعا وجود جماعات متطرفة تتلاعب في الشأن الليبي وتهدد استقرار الدولة الليبية، ده أمر يتعارض مع منطلقات الأمن القومي المصري باعتبار أن ليبيا دولة جوار، واستقرار ليبيا هو استقرار لما الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. رؤية الحكومة الإيطالية أو الجانب الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي أن يجب أن يتعاونوا مع دولة قوية في الإقليم، ومصر تمثل هذه الدولة المركزية القوية في تناول كافة القضايا المشتركة التي تمس الأمن والاستقرار في دول الجوار، وطبعا ما ليبيا في هذا الشأن. الرؤية المصرية هي رؤية تعتمد على استقرار الوضع في ليبيا عوضا عن أخذ هذا الوضع لمزيد من المزايدات عليه، ودي رؤية تتفق عليها إيطاليا ومصر بأن التدخل التركي في الشأن الليبي الآن يعتبر لتهديد الاستقرار في ليبيا ويغير من الخريطة السياسية داخل ليبيا ويزيد من الانكسار في الدولة الليبية. طيب أيضا في هذا الاتصال التليفوني والهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الوزراء الإيطالي، الرئيس أكد على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي ومساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وقال أيضا أن هذه التنظيمات الإرهابية والإرهاب بشكل عام لا يؤثر فقط على المنطقة بل ربما ينتقل إلى أوروبا وتحديدا إلى الجنوب الأوروبي، وإيطاليا طبعا هي مواجهة ومقابلة لليبيا لا يفصل بينهما سوى البحر المتوسط. كيف يمكن لإيطاليا أن تفهم هذا التهديد الواقع في ليبيا وفي طرابلس تحديدا من الجماعات والميليشيات الإرهابية، وكيف تنظر إلى الدعم التركي المتواصل إلى الجماعات الإرهابية الموجودة في طرابلس؟ ليبيا في علاقتها مع تركيا تمثل الآن نقطة مهمة للمصريين وللإيطاليين باعتبار أن عدم استقرار الوضع هناك الاقتصادي والسياسي والدعم الغير مسبوق للجماعات المتطرفة المتشددة تنتقل صهرا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فهذه الجماعات ليست لها امان وتستطيع ان تنطلق الى جنوب ايطاليا الى اوروبا وتهدد المجتمعات الاوروبيه. طبعا في مبادرات الحوض البحر المتوسط دائما يتم التركيز على الاستقرار الاقتصادي في شمال افريقيا باعتبار انها الحديقه الخضراء الخلفيه للاوروبيين، فهناك مصلحة للأمن الإيطالي، هناك مصلحة للأمن المصري، هناك مصلحة للأمن الأوروبي لمحاصرة كل الجماعات المتشددة في ليبيا وجعل ليبيا دولة مستقرة. دائما ما يكون هناك تنسيقا سياسيا وامنيا ربما بين مصر وايطاليا في منطقه المتوسط وتحديدا شرق المتوسط، الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى جوزيبي كونتي في عدد من المرات، كان اخرها ربما في فرنسا على هامش القمه السبع للدول الصناعيه الكبرى، وقبلها كان
أيضا في قمة العشرين أو الهامش قمة العشرين، وهناك الكثير من اللقاءات الثنائية بين مصر وبين إيطاليا سواء على مستوى القمم أو حتى على المستوى وزراء الخارجية أو على المستويات الأخرى اللجان المشتركة بين مصر وإيطاليا. فيما يتعلق بالتوافق السياسي بين مصر وإيطاليا حول الشأن الليبي، هل ترى أنه من المهم أن يتم التنسيق بين مصر وإيطاليا وهما معنيتان بليبيا حول ما يحدث حاليا في ليبيا والدعم التركي للإرهاب الموجود في ليبيا وفي طرابلس تحديدا وما يقوم به الجيش الوطني الليبي من القضاء على التنظيمات المتطرفة والإرهابية؟ كيف يمكن أن نفهم تنسيق المواقف فيما يتعلق بالشأن الليبي، طبعا تنسيق المواقف بين مصر وإيطاليا؟ مصر وإيطاليا طبعا بيجمعهم روابط مشتركة في العمل الاقتصادي واستغلال منطقة الخطرات والبحث عن الغاز الطبيعي بشكل مشروع، وده أمر طبعا يضاق الجانب التركي وتدخلاته في قبرص، وشركة إيني الإيطالية كان طبعا لها دور كبير جدا في زيادة الاكتشافات للغاز الطبيعي ودعم غير مسبوق بين الحكومة الإيطالية والحكومة المصرية في هذا الشأن. الشأن الثاني، إيطاليا قبلت في مرحلة التحول السياسي التي كانت تمر فيها مصر دعما للحكومة جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أنها نظرت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر بسلام إلى استقرار المنطقة ويدعم بكل ما لديها من سياسة في الاتحاد الأوروبي ودعم غير مسبوق من الإيطاليين للجانب المصري، والجانب المصري يرى في إيطاليا أنها جار مهم في المتوسط تتفهم الثقافة وتتفهم الحضاري مصر وبين إيطاليا. دي قواسم وروابط مشتركة ننظر الترقب والاهتمام لها في تطورها. التدخل التركي السافر والغزوات التي تحاول أردوغان أن يضغط عنها إلى تهديد لسوريا أو ليبيا، هذا أمر سترفضه مصر، وبذلك في التعامل مع الجانب الأوروبي، وإيطاليا كدولة من دول الاتحاد الأوروبي تجمع الرؤية الأوروبية بشكل جميل حول الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا. الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ولا زلنا في ذات الموضوع مشاهدينا الأعزاء. وينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير أحمد الأويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أرحب بك على إكسترا نيوز. وكثير من المراقبين يرون أن مصر استطاعت أن تقنع إيطاليا بتغيير موقفها ربما من الأزمة الليبية، هل هذا دقيق؟ يعني ما فيش اي ظواهر او يعني ما يمكن ان يجعلنا نفترض قدرة مصر على تغيير الموقف الايطالي، انما ايطاليا بطبيعة الحال لها مصالح كبيرة في ليبيا، يعني على الاقل الهجرة غير المشروعة او غير الشرعية التي تؤرق ايطاليا تأتي تماما من الساحل الليبي، وبالتالي وتسبب لإيطاليا مشكلة كبيرة في أوروبا وفي الداخل الإيطالي. أيضا إيطاليا كانت المستعمر القديم بالنسبة وعليها مسؤولية تاريخية في هذه النقطة، بالتأكيد لديها مسؤولية تاريخية وأيضا لديها مصالح هناك، مسافة قريبة جدا تربط الشاطئ الإيطالي بالشاطئ الليبي، هناك مصالح بالتأكيد. إيطاليا دولة أساسية ومحورية في حوض المتوسط، وبالتالي لها مصالح في مصالح تجارية، مصالح اقتصادية، استثمارات، شركات بترول، لها مستقبل في البحث والتنقيب عن البترول في المنطقة الاقتصادية للساحل الليبي، وبالتالي هم إيطاليا استقرار هذه المنطقة. سعادة السفير، نعم، يهم إيطاليا استقرار هذه المنطقة ومنع أن يكون هناك نزاع في هذه المنطقة أيضاً. نعم، كيف وشركتها وبضائعها وصادراتها ومصالح كثيرة. كيف ترى إيطاليا هذا التدخل غير القانوني وغير المبرر لتركيا سواء في ليبيا أو في منطقة شرق المتوسط؟ طبعا الموقف التركي يزعج كل الدول المحيطة بتركيا في شمال المتوسط بالتأكيد. الموقف التركي تدخل صارخ لا مبرر له، لا توجد حدود برية ولا حدود بحرية ولا أي شيء يربط ولا تاريخ أيضا، يعني بالضرورة يربط ما بين طبعا تركيا كانت المستعمر القديم لمنطقة شمال أفريقيا أيام الدولة العثمانية بالتأكيد، هذا يعني لكن استقرار المتوسط مسألة تدخل في استراتيجيات، هل في شمال الأطلنطي، الاتحاد الأوروبي،
كل الدول الأوروبية شمال المتوسط، ويهتم بها طبعا الاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وكل منظمات تدخل السافر لتركيا يقلب كل هذه الموازين. إلى أي مدى يمكن أن ننظر أن هذه المكالمة أنها تأتي في إطار التنسيق بين مصر وإيطاليا قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا؟ إيطاليا لها موقف كان خافت، ولها اختلافات في الرأي والرؤية بين الموقف الإيطالي والموقف الفرنسي. الموقف الفرنسي كان داعما للمشير حفتر، الجيش الوطني. الموقف الإيطالي كان متحفظا في هذه النقطة. مصر لديها أسباب منطقية وجوهرية وجيوستراتيجية للتدخل في المسرح الليبي، وبالتالي من الطبيعي ومن المقبول ومن الجائز أن تتناقش مصر وليبيا. مصر تشرح موقفها تماما ودواعيها للتدخل ودواعيها للاهتمام. 1200 كيلو متر حدود برية ما بين مصر وليبيا، وأيضا حدود بحرية متداخلة وجوار، وباتفاقية دفاع مشترك، ومسائل كثيرة جدا. كان من المهم أن يجتمع الجانب الليبي لوجهة النظر المصرية في تبرير التدخل المصري وأحقية ومشروعية التدخل المصري، ولكن أيضا التنبيه إلى خطورة التصرف الليبي والموقف الليبي والتدخل الليبي. عنوة طبعا لا أحتاج أن أقول أن الموقف التركي مؤخرا، رغم أن تركيا لها زمالة مع كل من فرنسا وإيطاليا في حلف شمال الأطلنطي، ولكن الموقف التركي يقلب الموازين، يسبب عدم استقرار شديد جدا. وبالتأكيد هو يضر يضر المصلحة الإيطالية في الشرق المتوسط أو حتى في شمال أفريقيا تحديدا في دولة ليبيا. على كل سعادة السفير أحمد القزني مساعد وزير الخارجية السابق، شكرا جزيلا على كل هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل. وإلى هنا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة من الآن. على رأس الساعة ألقاكم في نشرة أخبارية مفصلة. إلى اللقاء.